مرتدة، حيث تولى منصب رئيس الإذاعة المصرية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ونتابع الآن مشاهدين جنازة الإعلامي الكبير أمين بسيوني من مسكت أبو بكر الصديق، حيث تولى منصب رئيس قطاع الإذاعة في الفترة من 1988 حتى 1991. وللمزيد من المتابعة معنا هاتفيا الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي ورئيس الإذاعة الأصبر.